وكعادة الرئيس دوما عندما يكون يعني في زيارة خارجية أو في نشاط رئاسي دوما يحرص على إجراء لقاءات ثنائية ويعني لقاءات ذات صلة بالموضوع. وهنا الحقيقة عايز أكلم حضراتكم عن لقاء مهم أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الكيني ويليام روتو، وهنقل لحضراتكم بعض التصريحات اللي خرجت على لسان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بخصوص هذا اللقاء. المستشار أحمد فهمي صرح بأن الرئيس الكيني رحب بزيارة الرئيس إلى نيروبي مثمنا متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وأعرب عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مع تأكيد وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، وكذلك على صعيد تعزيز العمل الإفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات. من الجانب الآخر، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تميز العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وشقيقتها كينيا، والأهمية التي يوليها السيد الرئيس للتنسيق والتشاور مع الجانب الكيني طبعا بشأن القضايا الإفريقية ودفع جهود الاندماج وصون السلم والأمن الإفريقي وتعزيز الأجندة التنموية على مستوى القارة، وهو ما تجسد في كثافة الاتصالات واللقاءات الثنائية بين الرئيسين خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الشهر الماضي في قمة الكوماسا بزامبيا، ثم في باريس على هامش انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد. وأضاف كمان المتحدث الرسمي أن اللقاء بين الرئيسين تناول سبل دفع العلاقات الثنائية بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والقارية، من بينها الأوضاع في منطقتي القرن الإفريقي وحوض النيل والأزمة أيضا في السودان، حيث تم تناول جهود التنسيق بين المبادرات الرامية لتسوية الأزمة، ومن بينها قمة دول جوار السودان التي انعقدت في مصر يوم 13 يوليو الجاري. ده يمكن أبرز التفاصيل عن اللقاء اللي جرى اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الكيني ويليام روتو. احنا بقى طبعا على هامش تغطيتنا أجرينا مجموعة من اللقاءات اللي طبعا بدعوا حضراتكم لمتابعتها، اللي هتقرب لنا الصورة بشكل أقرب وأوثق من طبيعة النقاشات الدائرة. النهاردة الكل يتحدث عن إصلاح النظام المؤسسي والهيكلي للاتحاد الإفريقي، الكل يتحدث عن تسريع اتفاقية التجارة القارية الحرة، الكل يتحدث عن كيفية الدفع أو تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية وبعضها البعض. ايه كل دوت معناه ايه، او كيف يمكن تطبيقه على ارض الواقع، وكيف يمكن نقله من الاوراق الى التنفيذ والتطبيق الفعلي؟ ده يمكن اللي حاولنا نجيب عنه او نطرحه على ضيوفنا ونستمع الى اجاباتهم بشانه، كونهم من المعنيين ب يعني مساله التنميه في افريقيا 2063، وازاي ممكن يتم العمل في اليات مختلفه، وازاي يمكن العمل في مسارات مختلفه بين الدول الافريقيه وبعضها البعض. فدي لقاءات الحقيقه اجريناها ونعرضها على حضراتكم دلوقتي، بالاضافه الى جوله خاصه قمنا بيها لقناه المحور لمزرعه من مزارع الشاي الموجوده في كينيا، ودي مساله عندهم جزء أساسي من الدخل القومي والناتج المحلي وصناعة أو إنتاج أساسي بيحصل هنا في البلد، وكلنا طبعا يعني بنعرف الشاي الكيني وسمعته معروفة.